الثورة التي بدأت في سوريا عام 2011 وتحولت إلى حرب دموية للأسف دفعت بالكثيرين إلى الهجرة. هل تعتقدين أن هؤلاء اليوم، هؤلاء الذين غادروا، لديهم الرغبة في العودة إلى أوطانهم؟ أكيد أي حدا بده يطلع برات بلده فرح يحس حاله أنه هو بغربة. يعني هيدي من تجربة سابقة لإلي ولا لكتير في سوريين حوالينا. الفكرة أنه أنت بس تطلعي برات البلد رح تحسي حالك غريبة، حتى لو كنت معك شهادات، حتى لو كنت دارسة، حتى لو كنت شو عم تعملي، ما رح تقدري تحسي أنك أنت you are home، يعني أنت داخل بلدك. لهذا السبب كتير في خريجين تهجروا، يعني البلد كانت بحاجة للأدمغة اللي هجرت. نحن برا، يعني مثلا أعطيكي مثال، وقت بدنا نطلع أو إحنا بدنا حدا يفكر إنه يهاجر، كتير بيحطوا لك قصص على الفيزا، وكتير بيحطوا لك قصص بما يخص إنه أنت سوري ما أنك قادر تطلع بهذه المنطقة، فمحصورين بمنطقة واحدة. يعني تونس كذلك تعاني من نفس المشكلة اللي هجرة الأدمغة. نعم. في تونس بعد الثورة، بعد الثورة التونسية، ثورة. مع إنه أنتم محظوظين كنتوا أكثر بتونس بثورتكم. إيه طبعاً. بس هذه السنين نعاني كثيرا من هجرة الأدمغة، خصوصا الأطباء والمهندسين. يعني في إحصائيات 2011 في عنا 94 ألف غادروا البلاد نحو أوروبا، واليوم نحن نحتاج إلى هذه الأدمغة، نحتاج إلى هذه الكفاءات، إلى أشخاص يمكن الاعتماد عليهم لبناء بلد جديد في ظل ديمقراطية ناشئة. صحيح. ولكن نحن في خسارة الآن.